عايزين نتعرف عن المشاكل اللي كانت بتواجه المواطنين في فكرة تسجيل العقارات، فلو يعني حضرتك توضح لنا ده يا فندم، يعني بحكم تعاملك أكيد المباشر مع القضايا اللي بالشكل ده ومع المواطنين، إيه أكتر المشاكل اللي كانت بتواجهه؟ وطبعا أنا بحيي الأستاذ سامي، خبرة كبيرة في الشهر العقاري، وهو تقريبا يعني قال كل العوائق اللي كانت موجودة في القانون، لكن قالها من وجهة نظر المسؤول صحيح، لكن أنا هقوله من وجهة نظر المواطن. تمام. أنا كمواطن عندي مجموعة مشكلات. نمرة واحد، تسلسل الملكية، وده اتعالج في القانون. لو نوضح المصطلح للمشاهدين، تسلسل الملكية هو أني بشتري شقة، عشان حضرتك اهتميتي أنك تتكلمي عن الشقة، مش هقول أراضي، مش هقول عمارات، برايح اشتري شقة. الشقة دي انتقلت من واحد واثنين وثلاثة واربعة، لأنها مثلا لو مبنية في السبعينات ممكن اتباعت مرتين ثلاثة، صحيح، بتوكيلات. الشقة دي علشان أعملها في الشهر العقاري لازم أتتبع كل العقود دي وسجل كل العقود دي. وطب هجيب مين ولا مين ولا مين، وتوكيلاته أجيبها إزاي؟ أدي واحد. اتنين، عادة كانت السبعينات والثمانينات والتسعينات كان في مخالفات بناء كبيرة جدا، والدنيا كانت سايبة الى حد يعني كلنا بنلمس هذا طبعا، بنجم ثماره دلوقتي. واحنا طبعا دي تركة ثقيلة طبعا، بنحاول الـ 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 يعني المسؤولين الان بيحاولوا ان هم يعالجوها، صحيح، وفقا للقوانين الموجودة، سواء قانون التصالح او قانون التعديل الاخير بتاع الشهر العقاري. فانا النهاردة علشان اجي اسجل عقار في مخالفات، المشكلة انه لو عقار فيه مخالفة لا تتعلق بالشقة، يعني لو أنا عندي شقة في الدور الأول أو في الدور الثاني لكن العقار فيه مخالفة في الدور أدوار علوية، خلاص ده عقار وقف ما بيتسجلش. ده جزء، حتى لو أنا شقتي ملهاش علاقة بالمخالفة، ملهاش علاقة، لأنه هو عايز أن العقار ما يكونش فيه مخالفة. أدي واحد. اتنين، حضرتك النهاردة أنا عندي حاجة اسمها في 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 في, في القانون انه التوكيلات اللي موجودة دي المتعاقبة، ايوه، خمس ست توكيلات اللي هي تسلسل الملكية، اللي هي بتاعت تسلسل الملكية، لو اصحابها توفوا هنجيبهم منين؟ انا هجيبهم منين؟ حديثا قال لك، يعني ده كلام يمكن من سنتين ثلاثة، طلبوا مننا ان احنا التوكيلات دي نجيب البطاقة بتاعت الراجل، البطاقة القومية طبعا، لان احنا خلاص طبعا من سنة 2000 ما بقاش عندنا بطاقات الورقية. طب انا هرجع اجيب الناس ديت منين واجيب لها بطاقاتها علشان اقدمها للشهر العقاري؟ كل ده مطلوب مني ان انا اقدمه في الملف قديما، صح، قبل التعديلات. ما هو التعديلات لسه ما سارتش، اللي بقى لحضرتك يعني لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي. طب انا عايز اسال حضرتك، التعقيدات موجوده، النقطه هسجل شقتي، النقطه ديت استاذ طارق اذا تسمح لي، التعديلات ازاي بتعالجها؟ لا، التعديلات انا لسه كنت بقول لسامي بيه، التعديلات في هذا الجانب، في هذا الجانب هي تعديلات ثوريه، ثوريه بمعنى الكلمه. ليه بقى؟ ليه؟ لما يجي ينسف لي حكايه تسلسل الملكيه، معنى كده ان انا لو قدرت اثبت ان انا موجود في هذه الشقه لمده معينه، نص عليها القانون، ليه خمس سنوات، ثلاث حالات هم اتحددوا في القانون، حالات محدده، منها مثلا خمس سنوات موجود عندي ميه، عندي كهرباء، عندي عقد معمول له اثبات تاريخ، هروح على طول اسجل، مش هيسالني تسلسل ملكية، انت اشتريت منين والمالك بتاعك القديم واللي قبله واللي قبله كان يملك، وبالتالي ده تطور كبير طبعا. انا بقول ان دوت يعني اجراء ثوري. خلاص، ادي واحد. اتنين، لغى التركة برضو اللي موجودة في قانون 1946 اللي كانت بتخليني يعني اعمل، مش ما هو طبعا اسمها مرحلتين، مرحلة المقبول ومرحلة صالح للتسجيل. مرحلة المقبول دي احنا كنا بنقعد فيها بالسنتين والثلاثة علشان اعمل مقبول. ليه؟ مطلوب مني اعمل مساحة. طبعا انا بناشد من خلال البرنامج الموقر هيئة المساحة انها تجد الوسائل الفنية لمواكبة التعديل التشريعي
اللي هو هيطلع اللي بييسر على الجمهور. لانه المساحة في حد ذاتها بتعطل كتير. لابد ان انا اعمل مسح مساحي، وطبعا المسح المساحي دوت محتاج اوراق، محتاج مشكلة مثلا اقرار او التعامل اللي احنا بندخ عليه من المالك، لابد انه اللي هو ملكيه الطبقات لازم يجدوا وسيلة للخروج من هذه المأزق، وإلا هلاقي نفسي لا 37 يوم ولا 7 شهور. يعني هيبقى التاريخ ده تاريخ في الآخر هيقول عليه قاضي الأمور الوقتية لما أروح له وأشكيله وأقول له ما خلصوليش في 37 يوم، ده خلصولي في 7 شهور، هيقول لي ده هذا معاد تنظيمي. لا، أنا عايزه يبقى معاد فعلي فعلي وقانوني، ويعاقب أو يجازى من يخالف هذا من المكاتب. طيب المكتب الشرعي العقاري هيقول انا مالي، انا ما جاليش البحث المساحي، الجزء الفني والهندسي ده ما جانيش، هعمل ايه؟ يبقى اذا انا بناشد هيئه المساحه ان هي تواكب هذا الموضوع. يعني انا اروح على فكره مكاتب الشهر العقاري المأموريات بتنقسم لاوضتين، هنسميهم قطين لان هم فعلا ساعات بيبقوا قطين او حاجات، يعني ان شاء الله ان شاء الله تمتد يد معالي المستشار عمر مروان وزير العدل الى ابنيه المأموريات الخاصه بالشهر العقاري، ان شاء الله تمتد. وضع صعب؟ لا مش صعب، هو بدا في المأموريات الكبيره النموذجيه زي مصر الجديده. زي كان وضع صعب نقدر نقول؟ لا احنا لازم ننظر الى ان الجمهوريه، جمهوريه مصر العربيه كلها فيها مأموريات كتيره. طب انا مش هنظر لبعض المأموريات في العاصمه، لا، في مأموريات اخرى في العاصمه تحتاج الى تطوير. بالظبط. فخلينا نرجع تاني نقول ان مأموريه الشهر العقاري اوضتين، غرفه للشهر العقاري وغرفه للمساحه، الاثنين جنب بعض، الطلب بيطلع من هنا يروح هنا، والمساحة بتنزل تاني يوم تالت يوم. طب ليه يقعد بالأسبوعين والتلاتة يقعد يراجع في العمل المساحي؟ عشان حاجتين، أنا برضو مش لازم أظلمه، عشان ما عندوش الكفاءات الكافية إنها تواجه الطلبات. بمناسبة الطلبات، الإحصائيات اللي موجودة في شارع قرية إن إحنا بنشتغل في إطار 10% بس من الملكية العقارية على جمهورية مصر العربية، على مستوى جمهورية مصر العربية. يعني الشهر العقاري بيسجل في حدود 10% فقط. التيسير وده بسبب عزوف المواطنين، بسبب عزوف. التعديل اللي هيحصل ده، وقلت ان هو تعديل ثوري، أيوه. هيعمل ايه؟ هيشجع. طب انت اصلا ما عندكش البنية، ما عندكش الموظفين الكافيين. انا طبعا حريص على انه المنظومة تنجح، وحريص على ان القانون الثوري ده يفلح، وحريص على ان نية الحكومة والارادة السياسية في ان هي تذلل العقبات نجدها ونجد ثمرتها باسرع ما يمكن.